التعليم، والمشكل اللي بغاها نطرح هو مشكل القانون التنظيمي ومشكل وراء السيوله هما غادي يتحقق منايا. السيول عاوتاني في القيم اذا غير الصغار ديال الدراسه اتجاه مختلفه من نوم الشين. ويسيور عاوتاني في المشكل التعليم ديال المدرسه، يسيور بان يتوخص 100,000 استاذ هما غير الصغار ولاد، ولكن هذا المشكل هو 100,000 استاذ هذا في الصغار في المازيغ، خصني 100,000 استاذ اللي غا صغار اللي صغار في المازيغ، فهو مشكل تفوتوا الاستاذ في المازيغ، خصني الاستاذ اللي خاسر اللي صغار في المازيغ، والمشكل كاين اللي غانغدا نخرج تفت بين اغلبيه تاوي في الاساتذه، يديروا انا نقول لا بيداغوجي في المازيغ اللي غير صغار في المازيغ، تفت بان يروح يغري غير حما اللي يخدم، وتيغري شاب، حما تيرمل، حما تيصغر، زيغاس. رخو السنتير الاول رخو السي مصطفى اوموش جاء اطار تربوي وفعي الجمعوي باحث ذي اللسانيات، شارك في العديد من التكوينات في اللغه والثقافه الامازيغيه في المغرب وخارجه، سيتحدث لنا عن العلاقه بين اللغه والتنميه. فليتقدم شكرا. الزول ايتما اسما نسلم برشيدة أنت مسمون دي الحمامة للطبيعة والتفين ناخدي غران في خدسيو الخص مازيخ بأطلس أنت مسمونش في السطيبي بخت مازيخ في يوتيتيا لات لاش الحاج دي ديفيرانس ولي جفونيتي ولي مكدا ولكن بخت مازيخ في يوتيتيا إيش تيتيا. إذا نسلم برشيدة أنت نشكر بزاف هاد الجمعية لذات السبب باش نكونو هنا باش نناقشو واحد الموضوع اللي عندو أهمية خصوصا ومن المواضيع اللي طرح فيها النقاش في المغرب، خصوصا بعد ما سماه بالقانون الإطار، واللي كان واحد صراع سياسي على لغات أشمل لغة نقريو بها المدرسة المغربية. إذا كنشكروا الجمعية لأن الاحتفال بهذا اليوم العالمي للغة الأم هو احتفال عنده أهمية، لأن شفنا لان كما قال رشيد رخا ان الدوله ما عطاتش الاهميه لهذا اليوم في الوقيته اللي كنشوفوا بان هذا اليوم كتهتم به الامم المتحده وخصوصا اليونسكو، وهذه السنه هذه تحت شعار ديال هذا الاحتفال بهذا اليوم لغات بلا حدود. كنعرفوا يعني السياق ولا التاريخ ديال الاحتفال بهذا اليوم على اعتبار هو طلب من دولة بنغلاديش، هي اللي طلبت باش تكون هذا اليوم احتفال باللغة الأم على أساس النضال ديال الشعب البنغالي، على أساس باش يكون اعتراف باللغة البنغالية، وتم ذلك في 1999 وسلطت عليه الأغلبية ديال الدول يعني الأعضاء في اليونسكو، ومن ذاك النهار وحنا كنحتفلوا باليوم العالمي للغة الأم أس أمضان إتوتلايت تيمات دابا 21 سنة والعالم كيحتفل بهذا اليوم. منين كنحتفلوا بهذا اليوم؟ ماشي أننا نهضروا على هذا النهار ونهضروا على لغة الأم، لكن أو شيء آخر هو ندق جرس الخطر، ناقوس الخطر ولا جرس الخطر على أساس وخصوصا ما يتعلق باللغة الأمازيغية. الإحصائيات ولا الأرقام اللي كتجينا من اليونسكو من الأمم المتحدة اللي كتقول بأن انضطار اللغات بمعدل لغة واحدة كل أسبوعين كتمشي لنا لغة في العالم، كل لغة في العالم. وراه التقرير ديال اليونسكو إلا رجعتوا على التقارير اللي قبل في 2016 ولا 2015 راه كاينين حتى الفروع ديال اللغة الأمازيغية اللي مهددة بالانقراض واللي هي انقرضت. حنا كنعرفوا بان لا فاريونت ديال الكوانش جزر الكناري كانوا كيتكلموا الامازيغيه وما كيتسموا الكوانش، ما بقاوش دابا لي زي الكناري كيهضروا الامازيغيه صافي. كاينه الاسبانيا وما عندهم جمعيات كيهتموا بالثقافه والتراث الامازيغي، ولكن ما بقاتش عندهم اللغه، وما كيقولوا حنا امازيغ كنا الان ما بقاتش عندنا لغه. في تونس قلنا تقريبا نقدر نقول لك 8 ولا 10 ديال القرى الامازيغيه ما يقارب 1000 100,000 ناطق
باللغه الامازيغيه في تونس. الوقيته اللي غير نرجعوا غير شويه التاريخ ديال 1700 1800 كانوا ناطقين يعني كيمثلوا نسبه كبيره. الان في تونس عندنا غير مجموعه من القرى توجوت تمزرت ازرو حتى جربا يعني مناطق محدوده اللي مازال كتكلم اللغه الامازيغيه ولكن غير كتخرج من القرى صافي كاينه اللغه العربيه. دونك راه في التقرير ديال اليونسكو هضر على هاد لي فاريونت. لا ميم شوز في ليبيا. في ليبيا راه مازال يعني مناطق كاينه زواره وكاينه جبل نافوسه ولكن راه مهددين يعني مهددين في اي وقت راه ممكن. حتى في المغرب راه اليونسكو الامم المتحده راه في واحد التقرير كان قبل قال لك الا ما تقراتش اللغه الامازيغيه في المغرب من هنا 50 سنه غتبقى بالامازيغيه. راه ما نضمنوش بان ولادنا حنايا راه غيتكلموا الامازيغيه. وخير دليل هما الاحصائيه ديال الدوله رغم اننا بين قوسين كيشكوا فيها. على اساس كيقول لك 27% اللي باقي في المغرب ناطق بالامازيغيه. ومنين كنرجعوا للاحصائيات اللي قبل راه كانت عندنا نسب ديال 40 ديال 50. يعني الدوله بحد ذاتها كتعترف بان راه كاين تراجع. شكون اللي خلى لها التراجع؟ هو هاد السياسات ديال الدوله. وان اللغه كما قلنا الا ما درستيش اللغه راه غتموت. يعني بقرار سياسي كتموت الامازيغيه. في التعليم من 2003 كنا قلنا راه الادماج رغم البدايات دائما اللي كتكون يعني متعثره ولكن مع توالي مجموعه من الوزراء اللي كانت عندهم العقليه ضد الامازيغيه تحبس كل شيء. حتى ديك 256 ولا 260 مدرسه اللي بدينا في 2003 راجع. وخير دليل ان النسبه راه 30% غير كيكذبوا راه غير كذوب. انا في الدومين ديال التعليم وعارف اش كيديروا. اش كيديروا؟ كيقولوا للاساتذه كلشي يدير لي الامازيغيه في استعمال الزمن. منين كيجيو يحسبوا في الوزاره كيقولوا هذا الاستاذ راه دايرها في استعمال الزمن راه كيقريها كيحسبوا. وفي الاخير كيخرجونا بهذا المثال. وكنا طالبناهم قلنا لهم اللي ما كيقريش الامازيغيه ما يديرهاش. كيف كودي راه ما لقيتش راه النيابه كيف كودي الامازيغ راه ما يمكنش نحيدها بحال الطبيسه واش يمكن نحيدها تربيه بدنيه راه فيها هاد الاشكال حتى هي واش كدار ولا ما كداش. ولكن الامازيغيه عندنا مشكل باش نعرفوا لان الاحصائيات والارقام ما يعني ما كتعكسش الواقع. اذا بالنسبه ليونسكو كان الهدف ديال الاحتفال ولا الاحتفاء بهذا اليوم هو هدف الحفاظ على التنوع اللغوي وتعزيز التعليم المتعدد باللغات والقائم اساسا على اللغه الام. ماشي كنقولوا اننا نقراو بالامازيغيه وصافي واللغه الاخرين ما عندنا ما نديروا بها. حتى اليونسكو كتقول يجب على اننا نقراو المتعلم باللغه الام المهارات الاساسيه. من بعد كان فاتح كاين اللغه الثانيه كاين اللغه الاجنبيه الاولى كاين الثانيه الى غير ذلك. ولكن كيف يعقل؟ راه الاحصائيات ديال اليونسكو كتقول لك 40% ديال الدول لا ديال الساكنه العالم ما كتقراش باللغه الام ديالها. 40% ديال الساكنه العالم ما كيقراوش باللغه الام. عارفين بان راه الانجليزيه مسيطره ومجموعه من اللغات الاستعماليه الاخرى يعني 40% ما كيقراوش. وحتى مجموعه من الاحصائيات من 500 جامعه اللي تكلاصوا على المستوى الدولي كيقراو باللغة الأم. 500 هذو إحصائيات ديال اليونسكو. 500 ديال الجامعات اللي هما مكلاسين مزيان كيقراو باللغة الأم. عاد كيجيو الآخرين اللي كيستعنوا باللغات الأخرى وما كيقراوش باللغة الأم. هنا راه جميع التربويين، الناس المختصين في علم النفس، الناس المختصين في علم الاجتماع، السوسيولينغويستيك، راه كلشي كيقول لك ضرورة أننا ندرسوا المتعلم باللغة الأم. لأن كيف يعقل؟ كدير واحد القطيعة بين الأسرة المتعلم راه عنده مكتسبات سابقة راه ما كيجيش للمدرسة صفحة بيضاء كما يدعي البعض أنني يجي للمدرسة أنا باش نشحن ونعمرو راه عنده مكتسبات سابقة. داكشي اللي تعلم في الوسط ديالو راه مهم. داكشي اللي تعلم في الأسرة ديالو مهم. المحيط ديالو كيعطيه مجموعة من المعارف. دونك ملي كيجي للمدرسة ما غاديليش قطيعة يبدا أزيرو
ونبدا ليه بلغه اللي ما كيعرفهاش، راه كتولي لغه هنا عائق للتعلم ماشي مساهمه في التعلم، لان كون كملتي معاه في السنه وخصوصا مع هاد الدليل ديال التعليم الاولي اللي خرجت الوزاره، صافي راه كملنا مع الامازيغيه. المتعلم من 4 سنين صافي ما بقاش يكون عنده كونتاكت بالامازيغيه ابار الاسره، وحنا عارفين راه حنا كنا يعني في مناطق امازيغيه وعانينا وعانوا معنا مجموعه الناس، حنا غير استمرينا قدرنا اننا نكافحوا، كانوا معنا زملاء ديالنا ما قدروش يستمروا في التعليم، ومنين كتجي الوزاره ولا الدوله كتقول لك عندي الهضره المدرسي كيمشيو لاسباب اخرى، الفقر، العواز، لا نديروا تيسير، وكينساو بان كاين ما هو اهم، كاين اللغه. المتعلم راه كنا كندخلوا وخصوصا ملي كيصيفطوا لنا الاساتذه من الرباط كيعرفش كاع الامازيغيه كنتكلموا انا عاديه، كيقول لك ما بقاش تهضر ليا بديك الشلحه ديالك حتى ترجع عند امك، ما تهضروش بالشلحه. بحال وحده قال لك وقعات واحد المعلم قال لك رصد ليهم ضفدع في السبوره ويقول لهم سميت هذا الحيوان، قالت نقص واحد مسكين قال لهم اجروا، قال لهم انتم اجروا، قلت لي كيفاش؟ قال لي اجروا، قلت لي اجي لهنا هذا راه ضفدعهم، هذا اجروا فين تعلمتي هذا اجروا، رجع مسكين لبلاصته وهضر مع صاحبه وقال لي والله الا كتب لي من هنا بحال اجروا، يعني مازال متشتت يعني ما قدرناش، لان حتى ذاك الاستاذ انا مع احترامي للاساتذه اما ما كنديروا لهمش ذاك التكوين ديال السوسيولوجي والانثروبولوجي باش يعرفوا اللي يمشي للمناطق هنا المهم، علاش هنا لا بيداغوجي، انا نقول ليه ايه راه باللغه الامازيغيه وباللغه المحليه ديالك راه سميتو اجرو، ولكن راه سميتو بلغه اخرى ضفدعو، ونحاولوا يعني تكون ذاك اننا نمروا بشكل سلس من اللغة الأم باش نتعلموا اللغات الأخرى. هذه دراسات علمية اللي كتعطيك الأهمية، راه ما يمكنش الواحد يتعلم لغة أجنبية إلا ما تمكنش أساسا من اللغة الأم. وهذا هو الدور ديال الأمازيغية هنا. راه ماشي غير تراخ وكنقول لهم راه عجبنا لا قريوا الأمازيغية حيت عجبنا تكون تقريوها. راه أساسية. راه نحاربوا بزاف ديال الحوايج. وحتى الجانب الرمزي للإنسان، أنا إلى لقيت اللغة الأمازيغية ديالي في المدرسة، بالنسبة لي المدرسة هو استمرار من الأسرة، وكنلقى المدرسة وما كنحش بداك الشونجمون بداك التغيير، ولكن ملي كتكون ديك القطعة راه بطبيعة الحال كنفروا من المدرسة وكنتسناو غير فوقاش ما يجيش الأستاذ، وكتولي عندنا المدرسة جحيم جحيم، لان كيتمارس علينا واحد العنف رمزي كما كيقول بورديو، على اعتبار كاين اللغات المهيمنه واللغات المهيمنه علينا غير ذلك، اللغه العاميه واللغه العالمه، يعني من خلال ما كنعطيوش القيمه اللغه الام كيكون ما يسمى باحتقار الذات، كيولي المتعلم كتهضر معاه الام ديالو باللغه الامازيغيه ولا اللغه حتى الدارجة راه لغة أم، عندنا الدارجة وعندنا الأمازيغية هادو هما اللغة الأم اللي عندنا في المغرب، ولكن منين كيرجع الأسرة ديالو كتهضر معاه كيقول لها ما خصش تهضر معايا أنا في هاد الشلحة هادي ما عندي ما ندير فيها، لأن علاش ما لقاهاش في المدرسة واحتقرها، ومنين كيكون احتقار الذات راه ما تسناش شي شعب احتقرناه رمزيا أنه يبدع، أنه يبدع ما تسناش منه، دونك هنا كاين الاهميه ديال اللغه. ونحاول شي شويه نربطو بالتنميه، باقي شويه ملي كنرجعو لتقرير 50 اللي دار في 2005 هو عطى واحد التعريف مهم للتنميه البشريه، على اساس التنميه البشريه يعني بشكل بسيط وخدها التعريف من امارتيا سين، امارتيا سين هذا واحد المفكر مختص يعني صيني مختص يعني في التنمية البشرية، وحاول أنه يعرف لنا يعني بشكل مختصر
التنمية هي توسيع دائرة اختيارات الأفراد. التنمية هي توسيع دائرة اختيارات الأفراد. وكنوسعوا الاختيارات ديال الأفراد. راه كاين الناس اللي ما كيفرقوش ما بين النمو الكروسونس ولو ديفلوبمون والتنمية. راه هاد التي جي في اللي درنا من طنجة ومشى حتى لكازا وهاد الموانئ اللي درنا هذاك نمو. هذاك هي نمو كنحاولوا البنية التحتية. ولكن التنمية البشرية علاش فشلات التنمية البشرية اللي بدات؟ وديما كنهضروا على المفهوم الجديد ولا ما يسمى بالنموذج التنموي الجديد. علاش؟ عاد ولا لجنة شكيب بن موسى كتهبط دابا للدواور وكتصمت للناس وكيمشاو للاطلس الكبير ومشاو للاطلس المتوسط وكيجلسوا مع الناس. لان ملي كنقول التنمية اش كنمي؟ كنمي الانسان. ما يمكنش تقول لي راه درتي جي في راه كندير التنميه. لا، راه الا ما استحضرتيش الانسان وما استحضرتيش الثقافه ديال الانسان واللغه ديال الانسان ما عمر شي مشروع تنموي غينجح. وخير دليل هو المشاريع اللي كيهبطوا من الرباط وكيمشيو للمناطق الجبليه وكيتحطوا في الفقو وكيتحطوا في المناطق ديال الحسيمه، راه ما ناجحش لان ما كتشاركش الناس. كتهبط عند الناس كتقول لهم واش خاصكم، كتشوف لي بوزوان ديال هاد الناس. انطلاقا من لي بوزوان ديال الناس كدير تعاقد مع هاد الناس، لان الناس كيف وا كيحسوا بانك شاركتيهم وهضرتي معاهم كيولي المشروع ديالهم وكيندمجوا فيه وكيشاركوا في المشروع وكينجح المشروع. اما الا جيتي وفرطتي من الفوق راه الاغلبيه راه عندنا سمعتوا فين فقو فاش كان المشكل ديال الفقو والناس دوك الدراري اللي ماتوا وجات الملك راه مشى المنطقه. يعني منطقه ماشي غير تهميش، فوق التهميش الهشاشة المطلقة. وفاش مشاو المسؤولين تما بناو ليهم الجامع. مزيان مزيان، يعني حتى الجانب الروحاني راه مهم عند الانسان. وبناو ليهم مركز تأهيل للمرأة وبناو ليهم يمكن شي مؤسسة أخرى. كنت مشيت في 2014 لقيتهم صافي قربوا يردموا يطيحوا، ما خدامين ما جبناش الناس يخدموا مع دوك الناس في ذاك المركز تأهيل للمرأة. داك الشيء اللي تبنى مرة يجي الوالد يدوز حداه. دونك خسرنا فلوس، الهدر المال العام وعندنا الهدر الزمن، الزمن السياسي يعني عندنا الهدر. حنا ماشي مشكل كنمشيو تما كنتصوروا راه هضرنا اليوم، لان ما تشاورناش مع هاد الناس، تشاورناش معاهم وخلاو دوك المراكز بعاد على الناس وبقاو تما تطاح. هنا يعني الفاعل السياسي اللي جالس في الرباط ما كيستحضرش دوك الناس اللي كاينين تما. كون كيستحضر دوك الناس ويهبط عندهم التيران ويتشاور معاهم ويهضر معاهم لغتهم راه مشكلة. مشكلة راه حنا كنحسوا حضرنا في يعني في حضرت انا في واحد المحكمة واحد القضية في خنيفة باش نشوفوا الكوانسيدونس. جا واحد الفرنسي مزوج واحد السيدة تما وجا باش يطلقها، وداك الفرنسي ما كيعرفش العربية. قال لهم القاضي شكون اللي كيتكلم الفرنسية؟ نقز واحد المحامي كيهضر كيترجم ليه مزيان، يعني سلوك حضاري اننا نترجمو لواحد ما كيعرفش اللغة. موراها واحد الأمازيغية مزوجة واحد العسكري وما حضرش، وجات مسكينة كيسولها القاضي. قال لها شحال كيتخلص راجلك؟ مسكينه ما فهمتش السؤال وبدات كتشكي بالامازيغيه. ايوا ايوا جاي يعني خلاني وكذا، وبدات كتويغوت عليها. قال لها قلت لك لا لا شحال كيتخلص راجلك؟ يعني ما تصوروش صراحه ان السيده حشاكم بعد حوايجها. يعني واحد صراحه واحد الموقف ومضنا صراحة نط أنايا. ومن بعد قلت لهم أنا نترجم لهاد السيدة. قالك لا وخلاص وجابوا البوليس وخرجونا وكدا. المهم درنا واحد المعركة. المهم من بعد جاء افيرتيسمون داك القاضي ولاو كيديروا الترجمة من بعد. ولكن واحد الموقف علاش ما تهضرش مع هاد السيدة بلغتها؟
الاجنبي درنا ليه ترجمه، وحنا راه ما كنقبلوش حتى ديك الترجمه، حنا في بلادنا. اعطيني القاضي اللي كيفهم لغتي، انا ماشي اجنبي. اعطيني قاضي كيفهم لغتي، محامي كيفهم لغتي، باش نقدر ندافع على راسي. يعني باش تشوف ذاك الموقف كتقول واش عاد، واش حنا الغربه ولا ماشي الغربه. وهنا كتتجلى الاهميه ديال اللغه. راه الناس كيستغربوا هادشي، كيقولوا هادو كيتزايدوا علينا. واش بكش الحال غنطلعوا للقمر؟ راه ما يمكنش. راه شوف، باش نخلقوا مواطن سوي، مواطن متكامل، مواطن ممكن يبدع، راه ما يمكنش الا ما عطينا ليش القيمه، الجانب الرمزي ديالو. والجانب الرمزي راه كاين اللغه والثقافه والهويه والانتماء. راه الا ما كاينش هادشي، الله واخا تقريه بشي لغه ما كايناش، راه نكونوا كاملين كنطرطقوا لونجلي. ولكن من بعد واش غنديروا شي حاجه ولا ما نديروش، هنا مشكل. نبدع بلغتي ونعطي القيمه الاصل ديالي، الهويه ديالي، الرموز ديالي، الفن ديالي، عاد ممكن انني نبدع ونحس انني كنتمي لهذه الدوله، وان هذه الدوله كتحترم الانتماء ديالي. اذا كاين ما يسمى، يعني هضرنا على التنميه البشريه على اساس كاين الباراديغم القديم ديال التنميه البشريه اللي مشى في اطار هذا النمو، ما يسمى بالنمو وبناء المقرات والتجهيزات الى غير ذلك، هادشي اللي مشى فيه المغرب واحد الساعه. ولكن منين فطنوا على اساس راه ما نجحش هادشي، ولينا كنهضروا على الباراديغم الجديد هو الاهتمام بالراسمال البشري. ومنين كنهضر على الراسمال البشري، هنا راه الانسان راه ما فيهش غير، راه فيه ما هو رمزي. وهنا كتجلى الاهميه ديال اللغه الام. اللغه الام اساسيه، راينا ما عطينا ليهاش الاهميه وما قريناهاش في المدرسه، راه ما نتسناوش شي حاجه لقدام وما نتسناوش شي مشروع ينجحنا. وهادشي راه عارفينو، ها وراه عارفين هادشي، راه قارن هادشي، قارن دراسات وعارفين، ولكن ما بغاوش. ما كايناش إرادة سياسية حقيقية باش نعطيو الأهمية لهادشي ويتصنتو الناس اش كيقولوا لهم. كنظن نخلي الأمور للنقاش وما نكثروش وتنوير منهم. شكرا. شكرا عموش الذي تحدث وسأبدأ بما ختم به هو الإرادة السياسية. إذا لم تكن هناك إرادة سياسية حقة بناءة لأجل تدريس اللغة الأمازيغية فلا ولن تكون لديك اللغة الأمازيغية. تحدث السي مصطفى على الرأسمال البشري. رأسمال أي دولة هو رأسمال الشعب ديالها، بمعنى إذا لم يكن هناك شعب موحد متحد في لغته، في ثقافته، في فكره، فلن يكون هناك أي مجتمع. تحدث أيضا عن مشكل عدم التواصل بين الفاعلين السياسيين والسكان، والتواصل كما أشرنا سابقا لا يمكن أن تكون هناك تواصل إلا بوجود اللغة، وعدم تمكننا من لغتنا الأم أو بلغاتنا الأم لكي لا نكون قد أقصينا أي لغة، فلا يمكن أن تكون أي تفاهم مع شرائح المجتمع. أيضا تحدث عن مشكل قانون الإطار وعن مشكل اندثار اللغة، وأشار إلى الإحصاءات حيث كل أسبوعين هناك اندثار للغة، وأشار إلى الإحصاءات في اللغة الأمازيغية التي كانت فيما مضى نسبة 40% وأصبحت الآن في 27%، وهي في تناقص للأسف. كما أيضا تحدث عن مشكل تدريس اللغة، وكما يقول إسبينوزا on ne doit pas apprendre une langue étrangère qu'après la bonne maîtrise de la langue mère. بمعنى لا يمكن تدريس أي لغة أجنبية إلا إذا كنا متمكنين من لغتنا الأم. وأعطى مثال الضفدعة أو القطريو هنا يحدث المشكل، فيكون يولد صراع عند هذا الطفل، أي لغة سوف أتبع؟ وأي لغة هي الأحق؟ لغة الأم، لغة المدرسة، لغة المجتمع، أو اللغة العالمية؟ الآن سوف أترككم مع أسئلتكم أو مداخلاتكم، فلتتفضلوا. شكراً.